مستمعي الكرام، وقفنا إذن على مفهوم التحقيق لغة واصطلاحا. التحقيق يحتاج إلى محقق، والمحقق هو الباحث الذي يقوم بتحقيق المخطوط وإخراجه إلى عالم النور. للمحقق شروط لابد أن تتوفر فيه، وصفات لابد أن يتسم بها. من هذه السمات أو هذه الشروط لابد أن تكون منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. أما الشروط العامة التي يجب توافرها في المحقق، منها أن يكون عارفا باللغة العربية ونحوها، نحو وصرف وبلاغة وإملاء وأساليب معرفية وأساليب تعبيرية تكون مرتبطة بعلوم اللغة العربية. أيضا من الشروط أن يكون ذا ثقافة شرعية عامة، يقف على علوم الشريعة، مطلعا على التفسير والحديث والتوحيد والفرق وغيرها، إذ إنها ترتبط ارتباطا وثيقا ببيان المعاني المقصودة تحت المخطوط. أيضا أن يكون المحقق على علم بأنواع الخطوط العربية وأطوارها التاريخية، كذلك أن يكون على دراية كافية بعلم المكتبات، مخطوطها ومطبوعها، يعرف مصادر كل نوع وفهرسه، وكيفية معرفة حال أي كتاب مطبوعا كان أو مخطوطا. لماذا؟ لأنه يقوم بعملية في باب واسع لابد من الإلمام به، باب التحقيق للمخطوطات. أيضا من الشروط التي يجب توافرها في المحقق أن يكون عارفا بقواعد العمل بتحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب. هذه شروط عامة، فماذا عن الشروط الخاصة؟ الشروط الخاصة كذلك كثيرة، لكننا نستطيع إيجازها في هذا النص. يجب أن يكون المحقق عالما متخصصا بموضوع المخطوط أو النص الذي يريد تحقيقه. لماذا؟ لأنه إذا لم يفهم المادة التي سيعمل فيها والموضوع الذي سيخوض بحثا فيه، عندئذ لا يأتي بحثه متكامل الأركان. فإن كان في التفسير أو الفقه أو الحديث مثلا، فلابد أن يكون وفق الضوابط التالية: أن يكون من المتخصصين بعلم النحو العربي، إذ لا يعقل أن يخوض في علم لا يعلمه. ولذا يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسيسأل الباحث عن تلك النعم التي حباه الله بها العقل والرؤية والنظرة. كذلك من بين تلك الشروط يقولون في قاعدة عامة: من خاض في علم لا يعلمه فهو معرض للخطأ فيه. إذن الإلمامة تعصمه عن الوقوع في الخطأ. ومن بين الشروط أيضا أن يكون ذا ثقافة واسعة باللغة العربية، وعلوم اللغة العربية كثيرة، وآدابها وتاريخها أكثر من أن تحصى. أيضا أن يكون ذا دراية بتاريخ النحو ومدارسه ومذاهبه ومصطلحاته وأسماء مشاهير النحاة. لماذا؟ لأنه ستعترضه في طريقه مصطلحات جديدة، والوقوف على الماضي يوضح له الحاضر. كذلك أن يكون ذا معرفة كافية بالعلوم الأخرى التي دخلت الدراسات النحوية وتفاعلت مع علوم النحو أخذا وعطاء، كالمنطق والفلسفة والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام وغيرها. كذلك أن يكون ذا إلمام واسع بالمكتبة النحوية المطبوعة والمخطوطة. أيضا أن يكون ذا خبرة بلغة النحاة وأساليبهم في مؤلفاتهم والمنقول عنهم. وأيضا بعد أن نقف على هذه الشروط، يأتينا سؤال نحتاج إلى الإجابة عليه: ما الخطوة التالية بعد أن يلم الباحث بقواعد اللغة ويعرف موضوع مخطوطه؟ ما الخطوة التالية التي يجب عليه أن يتخذها في طريق تحقيقه المخطوط؟ ذلك ما سنتعرف عليه في الشرائح التالية.